هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد وقلت جديد كالعادة. شكرا لكم يا جماعة الخير، طرحنا الرقم جبنا اللي هو 150 لايك بسهولة. شكرا لكم، دائما في صفي ما يحتاج. شكرا لكم، شكرا لكم. طبعا اليوم عندنا اللي هو المقطع الثالث من الخمسة المقاطع في الخمسة أيام. طبعا جليتش اليوم اللي هو السروال الاسود. اذا ما كنت تعرف كيف تجيب اللي هو السروال الاسود، راح اترك لك مقطع في خانة الوصف يوضح لك كيف تجيب اللي هو السروال الاسود خطوة بخطوة. طبعا مقطع اليوم فيه له لبسين مو لبس واحد، اليوم لبسين يا حلوين. طيب لما تجيب السروال، كل اللي عليك انك تروح عند اقرب محل ملابس وتخش وتقول لهم سلام عليكم، يردون عليك وعليكم السلام. روح عند توب سكشن واضغط سهم يمين، روح عند اللي هو الهوديز او الخيار رقم 28، بعدها اختار اللي هو الخيار رقم 69 اللي هو البلاك ليذر هودي زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعد ما تلبسها اضغط دائرة، روح عند اللي هو شيرتس او الخيار رقم 25، بعدها اختار اللي هو الخيار رقم 100. زي ما تشوفون اللي هو التشيرتس اندمج من جوا على اللي هو الهودي، صراحة شيء جديد وشيء غريب وشيء حلو. اختار اللي هو الخيار رقم 100 واضغط عليه اكس. بعدها دائرة، روح عند اللي هو الشوز سكشن واضغط سهم يمين. روح عند اللي هو سنيكرز او ثاني خيار، بعدها راح نختار اللي هو البلو سنيكرز او الخيار رقم 31. بعدها راح نتوجه لي اللي هو الاكسسوري سكشن. لما توصل عند اللي هو الاكسسوري سكشن، روح اضغط عندها سهم يمين، روح عند اللي هو الجلوفز او القفازات والبس اللي هو الخيار رقم 44. بعدها كل اللي عليك انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس، راح نتوجه لمحل الاسلحة عشان نضيف باراشوت خاص بهذا اللبس. لما توصل عند محل الأسلحة، كل اللي عليك انك تروح عند البائع وتضغط سهم يمين، تتوجه عند اللي هو الباراشوت وتضغط عليه اكس، وتروح عند اللي هو الباراشوت باجز او الخيار رقم 4، بعدها اختار اللي هو الخيار رقم 40، بعدها اشتري، فك الانتراكشن منيو، روح عند ستايل، بعد الستايل روح عند باراشوت وخلي اللي هو الخيار اون، ودايركت راح يطلع معاك الباراشوت اللي اشتريناه. الحين كل اللي عليك انك تروح لأقرب محل ملابس عشان نضيف التعديلات على اللبس. لما توصل عند محل الملابس، كل اللي عليك انك تتوجه لي اللي هو الجلاس سكشن وتضغط سهم يمين، تروح عند الخيار رقم 2، بعدها راح تختار اللي هو الخيار رقم 6، بعدها كل اللي عليك انك تحفظ اللبس بهذا الشكل. بعد ما تحفظ اللبس، اضغط دايرة دايرة دايرة، ارجع عند البائع مرة ثانية سهم يمين، روح عند الخيار رقم 8 واشتري اللي هو البلاك فلايت سوت او الخيار رقم 2، بعدها كل اللي عليك انك تتوجه لأقرب تلسكوب.
لما توصل عند التلسكوب كل اللي عليك انك تجي جاري من جنبه وتضغط سهم يمين. بعدها فك الانتراكشن منيو، روح عند ستايل، بعد الستايل روح عند اللي هو الاوتفيت واختار اللي هو اللبس حقنا. بعدها بعد من التلسكوب زي ما تشوف بوم راح اندمج اللي هو الهلمت على اللي هو اللبس حقنا. كل اللي عليك انك تروح تحفظ اللبس في محل الملابس القريب من اللي هو الستريب كلوب. لما توصل عند محل الملابس كل اللي عليك انك تحفظ اللبس بهذا الشكل. بعد ما تحفظ اللبس دايرة 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 ارجع مرة ثانية سهم يمين عند البائع، روح عند الخيار رقم 8 او اللي هو الفلايت سوت، وبعدها اجري متجها للي هو الستريب كلوب. اول ما توصل لي اللي هو الستريب كلوب كل اللي عليك انك تفك الانتراكشن منيو، تروح عند ستايل، بعد الستايل تروح عند اوتفيت وتختار اللي هو اللبس حقنا. بعد من التلسكوب راح تشوف اللي هو الخرطوش او الخرطوم يندمج مع اللبس حقنا 100%. طبعا هذا لبس نادر يعني، ولبس عجيب غريب ما راح يسووه الا اللي هو اللي شافوا حق الفيديو. طبعا الحين كل اللي عليك انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس راح نضيف اللي هو النايت فيجن جاجلز او المنظور الحراري. راح تختار اللي هو اللبس اللي فيه المنظور الحراري وتضغط عليه اكس. بالنسبة لي اللي هو الخيار رقم 14، معليش 15، اضغط عليه اكس، ارجع مرة ثانية لللبس حقي واضغط عليه اكس كمان مرة. زي ما تشوفون راح يندمج كله على بعضه 10 على 10. كل اللي عليك الحين انك تحفظ اللبس بهذا الشكل، وبكذا يكون مبروك عليك اللبس. يلا ننتقل لللبس اللي بعده. بالنسبة لي اللي هو اللبس الثاني لازم يكون عندك اللبس السروال الأسود، إذا ما كان عندك راح أترك لك مقطع في خانة الوصف زي ما قلت. طيب روح عند التوب سكشن واضغط سهم يمين، بعدها راح ننزل عند اللي هو الخيار رقم 42 اللي هو اليوتيليتي توبس، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 7، بعدها دائرة 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 فك الانتراكشن منيو ستايل، بعد الستايل باراشوت وحط اللي هو البلاك باراشوت. روح عند الهات سكشن، روح عند اللي هو الخيار رقم 2، بعدها راح تختار اللي هو الخيار رقم 33. صراحة بالنسبة لي هذا اللبس لبس سنايبر كذا، لبس لطيف خفيف على السريع يعني، ولبس يعني صراحة يعني فخم زي ما تشوفون 33 يلبسها. بعدها دايرة 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 روح عند اللي هو الشوز سكشن واضغط سهم يمين، روح عند اللي هو الكانفس شوز او الخيار رقم 4، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 15، بعدها دايرة 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 اروح عند اللي هو الاكسسوري سكشن واضغط سهم يمين، اروح عند اللي هو الجلوفز والبس اللي هو الخيار رقم 64. بعدها كل اللي عليك انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس راح تتوجه للي هو محل الاسلحة. لما توصل عند محل الأقنعة كل اللي عليك انك تروح عند البائع، لا مو عند البائع اللي هو عند هذه المنطقة اللي في النص عند جير اللي هو تضغط سهم يمين، بعدها تروح وتلبس اللي هو النايت فيجن جاجلز او الخيار رقم 4، بعدها راح تتوجه للي هو التلسكوب عشان نضيف اللي هو الطاقية او الهات على اللي هو البوليت حقا اللي هو النايت فيجن. جاري جنب التلسكوب
واضغط سهم يمين، فك الانتراكشن منيو ستايل بعد الستايل اكسسوارز، انزل عند هاتس والبس اللي هي الهاتس اللي اشتريناها. بعدها بعد من التلسكوب زي ما تشوف بوم راح اندمج على بعضه، يعني اللبس برضو يعني المقطع اليوم برعاية اللي هو الملابس النادرة والملابس الغريبة. بعد ما اللي هو تسوي كل هذا، كل اللي عليك انك تتوجه لمحل الملابس جنب اللي هو الستريب كلوب. لما توصل كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو البائعة وتحفظ اللبس بهذا الشكل. بعدها اضغط دائرة 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 وارجع مرة ثانية اضغط عند البائعة سهم يمين، روح عند اللي هو الفلايت سوت واشتري اللي هو البلاك فلايت سوت. بعدها راح تجري متجها لي اللي هو الستريب كلوب عشان نضيف اللي هو الخرطوش على اللبس حقنا. لما توصل للي هو الستريب كلوب كل اللي عليك انك تفك الانتراكشن منيو، روح عند ستايل بعد الستايل روح عند اوتفيت واختار اللبس حقنا. اطلع من الستريب كلوب زي ما تشوفون راح يندمج كله على بعضه. بكذا يكون اللي هو انتهى اللبس الثاني، كل اللي عليك الحين انك تحفظ اللبس. طيب وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، ونشوف هل نقدر نوصل لهذا المقطع 160 لايك. يعني الهمة يا شباب نبى نوصل 160 لايك، ما هي صعبة عليكم وانا استاهل دائما افيدكم. ان شاء الله انكم يعني تجيبون 160 لايك، وانا متأكد 100% انكم تجيبون 160 لايك. شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على المشاهدة، سلام.